عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. أتشرف اليوم بزيارة واحد من أجمل وأهم المشاريع، مشروع أتحبني، وهي كلمة عظيمة مأخوذة من عظة عظيمة كان البابا شنودة ألقاها. أتحبني هو مشروع يجسد بالفعل محبة يسوع المسيح والكنيسة لشعب الله، خاصة للفقراء والمعوزين من شعبنا. شرفت بالتعرف على فريق عمل متطوع جميل يعبئ هذه الكراتين خدمة لأحبائنا وأهلنا وشعبنا. أرجو وأتمنى من كل قلبي، من كل قادر على العطاء، أن يسهم في هذا المشروع خدمة لأبناء الكنيسة وأحباء الكنيسة، ليتبارك اسم الله ويتعظم في كل شيء خير وبار بإذن الله. شاركنا نساعدهم، شاركنا نفرحهم. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيكلف ربنا. لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك.